أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية حيث نحن طلاب في المعاهد العلمية وقد جعلوا مادة الإنجليزي 4 حصص بدلاً من حصة واحدة وهي تزاحم مادة عمدة الحديث وزاد المستقنع؟ إذا لم يمكنك التعلم تعلم العلوم الدينية والعربية إلا بدراسة اللغة الإنجليزية فلا تترك دراسة اللغة والعلم الشرعي، ما تتركه من أجل أن هناك دروس اللغة الإنجليزية. اصبر، ادرس اللغة الإنجليزية لأجل تدرس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية معها. نعم.